أشواق سفن تبحث موانيها وبحبك لقت مرساه أمان وحضن ياويها. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محطة جديدة من محطات أشواق في رحلة الشوق إلى الذات الإلهية وإلى حبيب رب البرية صلى الله عليه وسلم وإلى الجنة وما أعده الله فيها للمؤمنين وإلى الأماكن المقدسة التي يقدسها عباد الله الصالحون من مكة المكرمة والمدينة المنورة. حديثنا في هذه الحلقة عن الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نبدأ هذه الحلقة من حديث عظيم، حديث ربط أول هذه الأمة بآخرها، ربط الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه بين جميع عناصر الأمة، لم يقتصر على أصحابه فقط بل ربط جميع عناصر الأمة في حديث واحد. نستقي من نبعه الشريف الطاهر سلسبيلا نشفي به أسقامنا ونقتبس من نوره سراجا يضيء لنا حياتنا، ضياء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اشتقت إلى إخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتقت إلى إخواني. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني لو افتداني بنفسه وماله. إذن من شوقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلينا ابتداء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولأن لكل فعل ردة فعل فإننا نشهدك يا رسول الله ونشهد الله سبحانه وتعالى وملائكته وجميع خلقه أننا نبادلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب بالحب والعطف بالعطف والشوق بالشوق. اللهم فاحشرنا في زمرته وأحينا على سنته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. حال السلف في شوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبدة بنت خالد بن معدان كانت تحدث عن أبيها رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أوى إلى فراشه كل يوم وشوقاه إلى رسول الله هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل يا رب القدوم عليهم. مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس كان إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه واحدودب ظهره وشحب لونه، وكان رضي الله عنه ورحمه الله يبكي إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه الله أحد التابعين الأجلاء كان إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. ولسان حالهم يقول: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا، نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلونا، وإنا لعمر الله بعدك يا حبيب الله ما سلونا، بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام. الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوق منبعه من الإيمان، وكلما زاد الإيمان زاد الاشتياق إليه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم محفزات هذا الاشتياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما جاهد به صلى الله عليه وسلم وما ناضل وما دعا وما أرهق نفسه، حتى إن الله سبحانه وتعالى خفف عنه ويقول: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم، ولعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. هذه الآيات وهذه التضحيات
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرتها كتب السير للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذنا ومن أجل هدايتنا ومن أجل تحويلنا من النار إلى الجنة ومن أجل رسم خطة لحياتنا تجعلنا نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ابتدأنا بالشوق فقال: اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو افتداني بنفسه وماله وولده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وزدنا شوقا إليه يا رب العالمين. ألقاكم في حلقة قادمة من أشواق وشوقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي دارت الأشواق سفن تبحث موانيها، وبحبك لقت مرسى أمان وحضن ياويها. قلبي دارت الأشواق سفن تبحث موانيها، وبحبك لقت مرسى أمان وحضن ياويها.